مشاهدينا الكرام، متابعي بين سبورتس أينما كنتم، أهلا وسهلا وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. نعود إلى مدينة تامالي الغانية لحظات قبل بداية الشوط الثاني من مباراة غانا أوغندا، الجولة الأولى من منافسات المجموعة الخامسة. تصفيات مونديال روسيا 2018 45 دقيقة أولى انتهت بالتعادل السلبي. أهم ملاحظات الشوط الأول، استفاقة المنتخب الغاني في العشر دقائق الأخيرة في مناسبتين تقريبا أو ثلاثة، هدد مرمى حارس أوغندا دونيس أونيونغو في كرة أولى من جوردان أيو، ثانية من أساموا جيان، والثالثة في كرة من كريستيان أتسو تسديدته جانبية لمرمى أونيانغو. تكتيكيا 45 دقيقة أولى محترمة من جانب المنتخب الأوغندي على مستوى الانتشار، عدم ترك المساحات. منتخب أوغندا يعني لعب بانتشار ممتاز جدا، قلص المساحات أمام المنتخب الغاني وأجبره طيلة الفترة الأولى على لعب الكرات المباشرة اللي مشكلت حتى خطورة على الدفاع الأوغندي، نجح في إبعادها كل من جوكو وإيساك إيسيندي. ما زالت تنتظر الجماهير الغانية طبعا أكد على أهمية نتيجة المباراة الأولى وأهمية النجاح في البدايات في مثل هذه التصفيات. طبعا مجموعة خامسة قلت تضم إلى جانب غانا أوغندا كل من الكونغو والمنتخب المصري. بالتوفيق طبعا، نجدد تمنياتنا بالنجاح للمنتخب المصري اللي يتحول في المباراة الأولى لمواجهة منتخب الكونغو في برازافيل. عودة والتحاق عناصر الفريقين بأرضية الملعب، ونذكر بالتشكيلتين، تشكيلة غانا وخيارات المدرب أفرام جرانت. للمرمى بريما، للدفاع 23 أفول، 17 بابا رحمن، في المحور 18 دانييل أمارتي، و21 جومبوي. وسط الملعب 6 أفري أكوا، 11 مبارك وكاسو، 12 فرانك إيشيامبونغ، 7 كريستيان أتسو، وثنائي الهجوم 9 جوردان أيو، و3 أساموا تشيان. في المقابل المدرب الصربي لمنتخب أوغندا ميلوتين يختار للمرمى دونيس أونيانغو، للدفاع 2 جوزيف أوشايا، 14 نيكولاس ودادا، ثنائي المحور 4 مرشد جوكو، و5 إيساك إيسيندي. وسط الملعب 6 توني ماويتشي، 8 خالد أوتشو، 12 دونيس إيغوما، 10 لواغو كيسيتو، 17 فاروق ميا، والمهاجم الوحيد لحد الآن 13 موسيس أولويا. أما دفاع المنتخب الأوغندي طيلة الشوط الأول شاهدناه في بعض الأحيان عن طريق الهجمات المعاكسة في تعويل على سرعة موسيس أولويا مهاجم كراسنودار الروسي، إلى جانب فاروق ميا محترف في ستاندارد ليش، لكن لحد الآن لم يشكل أي خطورة على هذا الحارس راسق بريما. يرجع الحكم السوداني محمد يستعد لإعطاء إشارة انطلاقة الشوط الثاني. أكيد ننتظر 45 دقيقة ثانية سيحاول خلالها منتخب غانا الخروج بثلاث نقاط في أولى مباريات هذه التصفيات على ملعبه أمام جمهوره. بينما قلت حتى نقطة التعادل تعتبر إيجابية للمنتخب الأوغندي.
ربما سيحاول كذلك المنتخب الأوغندي بعد أن أنهى الفترة الأولى بتعادل سلبي. لما لا مفاجأة غانا أمام جماهيره بالذات في تامالي. منتخب الغاني بالأزياء البيضاء من اليمين إلى اليسار في هذه الفترة الثانية، وضربة مخالفة لفرانك أشيامبونغ. المخالفة لفرانك أشيامبونغ هذه الإعادة يتدخل معها فاروق ميا، ولو أنه الإصابة لفاروق ميا، لكن المخالفة للغاني أشيامبونغ. أمامنا على صورة 12 مباراة وهدفين مع البلاك ستارز. أشيامبونغ لاعب أندرلخت البلجيكي. بداية الشوط الثاني دون تغييرات على مستوى التشكيلتين. هذا محترف في ستوندارد دولياج لاعب الأوغندي فاروق ميا. استئناف اللعب، ابعاد كرة من موسيس أولويا. أولويا لواكو كيسيتو يطلب العودة فاروق ميا ويتركها لخارج الملعب رامي التماس. أكيد يسمح له الحكم بالعودة إلى أرضية الملعب. إعادة كرة من تماس من نيكولاس ودادا. ودادا فاروق ميا ترجع من شومبوي والتغطية من دانييل أمارتي. هذا بابا رحمن في كرة رمي التماس للمنتخب الأوغندي. يمشي نيكولاس ودادا تحصل على إنذار متصفى الشوط الأول في تدخل مع فرانك أشيامبونغ. ذكر حكم المباراة استعمل الإنذارات في مناسبتين العدلان ضد أوغندا ضد هذا اللاعب ودادا وضد لاعب المحور رقم 4 مرشد شوكو. ودادا يدخل معاها مبارك وكاسو، والكرة دائما من رمي التماس للمنتخب الأوغندي. ودادا ترجع مرة أخرى أشيامبونغ لكريستيان أتسو. يبعد على خالد أوتشو. أتسو خلي الأسبقية الحكم لأساموا تشان. أساموا أعطي كرة مع أفري أكوا. أفري أكوا لأريسونا فول. أفري أكوا يرجع بالكرة لدانييل أمارتي مع تشون بوي. بوي لأفري أكوا. تبقى دائما الكرة لمصلحة المنتخب الغاني. من بابا رحمن لمبارك وكاسو بعيدة على كريستيان أتسو أقرب لجوزيف أوشايا. أمارتي يرجع لحارسو بريما في ضغط من فاروق ميا. أمارتي وكاسو خرج بكرة من مناطق المنتخب الغاني. فرانك أشيامبونغ حاول يتعدى بابا رحمن. افتكاك كرة وسلاح المرتدات لمنتخب أوغندا من نيكولاس ودادا. ودادا شوف يرجع معاه مجهود ممتاز لجوردان ايو. مسات الكرة ومسال الضغط أوغندي في منتصف ميدان غانا. يربح واكاسو يربح مخالفة من توني ماويتشي. دور كبير يقوم به وسط ميدان المنتخب الأوغندي في الضغط، ضغط عالي في مناطق المنتخب الغاني. قلت إلى حد الآن نجح منتخب أوغندا في تقليص وتغييب كل المساحات. إشكاليات عديدة واجهت منتخب غانا في بناء الهجمة. هذه كرة أفول قبل تشيان يخرج تونيس أونيانغو. نجح الصربي ميلوتين إلى حد الآن. قل التقليص المساحات وعدم ترك المجال لمنتخب غانا في بناء الهجمة المركزة
هذا جوردان ايو بين ثلاثة أربعة مدافعين يربح من خلف. الحل الفردي هذه المرة من جوردان ايو يشد نفسه بين ثلاثة مدافعين في مناطق أوغندا يربح من خلف. ربما يأتي الحل من بلاك ستارز من كرة ثابتة في غياب الحلول الجماعية إلى حد الآن، من كرة ثابتة ومن مجهود فردي. شوف في المتابعة كان أوتشو دونيس إيغوما والمخالفة يرتكبها إيساكا إيسندي. كرة ثابتة قبالة مرمى دونيس أونيونغو. فما ال 25 متر أو أكثر. كرة ثابتة مطلع دقيقة 58 أمام كل من أساموا تشان ومبارك واكاسو. أساموا تستو في المكان المناسب أونيونغو، واقف في المكان المناسب دونيس أونيونغو. واكاسو هذا بابا رحمن إلى حد الآن قلت معرفش يستغل نقاط قوته منتخب الغان. شاهدنا في تصفيات قلت كان 2017 من بين النقاط اللي صنعت الفارق للمنتخب الغاني هي يعني تعويله ونجاح الظهيرين أفول على اليمين وبابا رحمن على الجهة اليسار في مساندة مستمرة. هذه الحلول غابت على منتخب غانا إلى حد الآن. يبدو أنه المنتخب الأوغندي أعد كما يلزم في خلق كل المنافذ. وضع لواغو كيسيتو أمام بابا رحمن لمنعه من الصعود. هذا على اليسار وعلى اليمين موجود فاروق ميا في حوار مباشر مع الظهير الأيمن هاريسون أفول. لواغو والمخالفة أوغندية ضد بابا رحمن. ضربة مخالفة لمنتخب أوغندا. خطأ يرتكب المدافع بابا رحمن. هذه عادة في ماسك واضح لمهاجم فرنسي البرتغالي لواغو كيسيتو. هذه عادة لمخالفة أساموا تشان ودونيس أونيونغو حارس الأوغندي في المكان المناسب. مباراة متوازنة رغم أنه المنتخب الغاني في العشر دقائق الأخيرة من الشوط الأول حاول رفف عن النسق وكان قريب من افتتاح التسجيل، لكن نجاح كبير وانضباط تكتيكي من جانب لاعبي المنتخب الأوغندي إلى حد الآن. قلت نجح في نهاية الشوط الأول بتعادل سلبي، وربما تفكيره مدرب أوغندا الصربي ميلوتين على أحداث المفاجأة في هذا الشوط الثاني. أولى هذه المحاولات من كرة ثابتة مطلع دقيقة 54. يوشع الجدار رزاق بريما حارس منتخب غانا أمام الكرة جوزيف أوشايا. فاروق ميا هو جدار من أربع لاعبين. أكيد مثل هذه المباريات وفي مثل هذه المسابقات طبعا مباريات تلعب على جزئيات صغيرة. فاروق ميا أم جوزيف أوشايا وتسديدة بعيدة. فاروق ميا هو اللي سدد وكورتو فوق مرمى بريما. يلعب بريما مع أريسون أفول. بعد كرة بريما يمشي كريستيان أتسو قبله أوشايا. ترجع كرة مبارك وكاسو وبريما يخرج في استلام كرة قبل فاروق ميا. يبدو أنه أفرام جرانت بدأ يفكر في القيام بتعويض أول. تعويض أول ربما مع اقترابنا من الربع ساعة
او لا ستة عفري اكوا اللي شاهدناه، ستة يعني كان موجود على ارضية الملعب على كل ترجع كورة اشيامبون يبعد على تشوكو حذاري في رصيده انذار الثاني يعني الحمل الثاني نيكولاس ودادا لا في بداية المباراة يبدو للسوداني هدد وشار ولوح بالانذار ولو انه ما استعملش البطاقة انا مدون عندي انه ودادا في رصيد وانذار تحصل عليه منتصف الشوط الاول في تدخل مع نفس هذا اللاعب فرانك اشيامبون يبدو لي لوح وهدد الحكم وهذه المرة الأولى اللي خرج انذار لنيكولاس ودادا لو كان الثاني ربما ولكن أنه كان يخرج البطاقة الحمراء شوف أساموتشان يتساءل أساموتشان عن مصير الانذار الأول يبدو أنه قلت ما خرجش البطاقة الحكم السوداني في لقطة الشوط الأول واكتفى بالتنبيه تأخير أول بادو يدخل إيمانويل بادو في تشكيلة غانا مكان أفري أكوا اللي كنا شاهدناه على بنك الاحتياط يتوسع ياشكو من إسابة يدخل إيمانويل بادو مكان أفري أكوا أول تعويض في تشكيلة البلاك ستارز وأول تعويض في المباراة في 57 دقيقة لعب يدخل إيمانويل بادو لكن أفري أكوا لاعب أودينيسي الإيطالي إيمانويل بادو هذه كرة وأول كرة بالرأس من إيمانويل بادو يبعدها توني مواتشي تبقى دائما لمنتخب غانا دخل أوتشو حط كرة أمام واكاسو في التماس مبارك واكاسو يبدو أنه مش يتولى لعب تماس طويلة داخل مناطق أوغندا واكاسو طويلة تماس يخرج أونونغو يخرج ياخو كورتو قامة طويلة لحارس أوغندا دونيس أونيانغو يخرج في استلام هذه الكرة بابا رحمن أشيامبون ترجع من نيكولاس ودادا يدخل تشومبويي بابا رحمن لأساموا وقبل مرشد جوكو أطلو كرة خارج الملعب تعويض ثاني في المباراة هذه المرة من جانب المنتخب الأوغندي ماسا يدخل ماسا مكان توني مواتشي جوفري ماسا مكان توني مواتشي السربي ميلوتين بدوره يقوم بتعويض يدفع بمهاجم بلوفونتاين الجنوب افريقي جوفري ماسا 54 مباراة 17 هدف مع منتخب أوغندا جوفري ماسا قلت يلعب في فريق بلوفونتاين سيلتيك الجنوب افريقي يدخل مهاجم مكان متوسط ميدان نوع من المجازفة بعد ربع ساعة 60 دقيقة في المباراة من جانب مدرب أوغندا وأشارة القيادة تتحول من دونيس أونيونغو من حارس إلى جوفري ماسا ترجع كرة خالد أوتشو بعيد على فاروق ميا جوفري ماسا يدخل لواغو كيسيتو يا خوانو بابا رحمن أشيامبون يمشي أشيامبون مرشد تشوكو والاعتراض يحط له كرة في الركنية حاول يتحرك فرانك أشيامبون تركيز في لعب المنتخب الغاني على الجهة اليسار وين موجود فرانك أشيامبون يمشي للتنفيذ جوردان أيو
جوردان ايو يرفع كوره يختار القائم الثاني ما ثم حد الى الجهه المقابله رمي التماس لاوغندا هذا توني ماواتشي ترك مكانه قلت يحترف في فريق بروتور رايك فيك في الدوري الاسلندي يترك مكانه لجوفري ماسا ابعت كوره من خالد اوتشو لكن تبقى من تماس للمنتخب الغاني اريسونا فول بعيد على كريستيان اتسو ماهوش في افضل حالاته لاعب نيوكاسل يونايتد اتسو الى حد الان في ظل غياب المساحات والرقابه المفروضه قلت ما تركش المساحات اطلاقا وتعويض ثان من جانب المنتخب الاوغندي تعويض ثان من جانب المنتخب الاوغندي واسوا حسن واسوا مكان نيكولاس ودادا حسن واسوا حسن مواندا واسوا يدخل مكان نيكولاس ودادا ربما أصبح متخوف من حصول مدافعه نيكولاس ودادا على الانذار الثاني بما أنه يعني منذ بداية المباراة سامح مع الحكم السوداني في تدخل يعني مع أشيامبون أنذره في هذا الشوط الثاني ربما أول خطأ يرتكبه ودادا قد يكلف أوغندا إنهاء المباراة بنقص عددي يسبق المدرب ميلوتين ويعوض مدافعه ودادا بالحسن مواندا كرة للمنتخب الغاني عفول دانييل أمارتي مبارك واكاسو ترجع لأريسونا فول عرضية والتسديد تسديدة من إيمانويل بادو دون خطورة في دين الحارس الأوغندي أونيانغو يرجع الدفاع من بابا رحمن قبل جوفري ماسا هذا جومبوي قلب دفاع المنتخب الغاني ولاعب فريق سيفاسبور 52 مباراة واربع اهداف لجومبوي خبرة وتجربة لهذا اللاعب مع منتخب البلاك ستارز 29 عام لاعب راني ترجع كورة من جوزيف أوشايا أوشايا لتونيس إيغوما والمخالفة ضربة مخالفة لمبارك واكاسو ضد لواغو كيزيتو ضربة مخالفة أخرى كريستيان أتسو توسيع من أفول ترجع كورة من إساكا إسندي رمي التماس للمنتخب الغاني أفول مع واكاسو حتى لليسار لبابا رحمن بابا رحمن عرضية اختير كورة الشامبون يدخل جوكو في توقيت ممتاز مرشد جوكو قبل الشامبون عد كورة ضربة ركنية هذه الإعادة لعرضية بابا رحمن ارتباك في دفاع أوغندا الدارك جوكو عندما كان الشامبون يستعد للتسديد يبعد الكورة لضربة ركنية التنفيذ كالعادة من جوردان ايو بالراس ممتاز سونيانغو تا
دانييل مارتي بالراس، كرة كانت في اتجاه تحت العارضة، وتونس أونيونغو الحارس الأوغندي بامتياز يحول رصيد دانييل مارتي إلى ضربة ركنية. يدخل المنتخب الغاني بهذه اللحظات، يبعث كرة من وشها ترجع عفون بعيدة جدا بعيدة جدا، كرة من أريسون عفون. أريسون عفون لاعب كولومبس كراو في الدوري الأمريكي MLS، 68 مباراة مع منتخب البلاك ستارز، كانت له تجربة في الدوري التونسي مع فريق الترجي الرياضي. أريسون عفون 30 عام، تحول يعني 2015 إلى كولومبس كراو. ترجع كرة لمنتخب غانا، والانطلاقة من أتسو. التوزيع، استلام من جوردان أيو، يرجع دفاع أوغندا، تباطا في التسديد جوردان أيو، ومكن الدفاع الأوغندي من العودة والتدارك في كرة يبعدها الحسن وسوا. ارتفع إيقاع المباراة، تجاوزنا دقيقة 66 مشاهدينا الكرام، مع تواصل التعادل السلبي في حوار غانا أوغندا. أولى مباراة تصفيات مونديال روسيا 2018، هذه كرة أونيانغو قبل الساموتشان. قلت الجولة الأولى من منافسات المجموعة الخامسة، مجموعة ثم إلى جانب غانا أوغندا الكونغو والمنتخب المصري، في انتظار مباراة الكونغو مصر يوم الأحد في برازافيل. بالتوفيق للمنتخب المصري ولكل المنتخبات العربية المشاركة في هذه التصفيات من أجل البلوغ لروسيا 2018. طبعا تحدثت عن هذه المجموعة المنتخب المصري، بينما المجموعة الأولى ثم المنتخب التونسي. المنتخب التونسي يلعب أولى مبارياته يوم الأحد كذلك من خلال مواجهة منتخب غينيا، ولو أن المجموعة الأولى ثم منتخبين عربيين تونس وليبيا. منتخب الليبي غدا يتحول لملاقاة منتخب الكونغو الديمقراطية. هذه كرة مخالفة، مسك ومخالفة مع إنذار، الإنذار ضد خالد أوتشو. خالد أوتشو متوسط ميدان أوغندا، يلعب في الدوري الكيني في فريق كورمايا. سريعة كانت الانطلاقة من كريستيان أتسو، ما كانش عنده خيار آخر خالد أوتشو لإيقاف أتسو إلا ارتكاب الخطأ. غابت الحلول على الهجوم الغاني إلى حد الآن، هل يأتي الحل من كرة ثابتة؟ قلت منذ البداية أنه مثل هذه المباريات يبقى المهم هو تحقيق الانتصار. ثلاث نقاط، هذه كرة فوق المرمى ماشي بعيدة، كرة مبارك وكاسو. وكاسو سدد فوق مرمى أونيانغو. قلت في مثل هذه المباريات بعيدا الحديث عن الإقناع والأداء، المباراة الأولى تعتبر مباراة مفتاح، وثلاث نقاط هامة للمنتصر من أجل أنه يبني طبعا بطريقة إيجابية لبقية المشوار وبقية المباريات. قلت في تصفيات لن تكون سهلة بالمرة، كنت بصدد الحديث عن توزيع المجموعات في تصفيات افريقيا المؤهله لمونديال روسيا، المجموعه الاولى ثم منتخبين عربيين تونس وليبيا، المجموعه الثانيه.
في المنتخب الجزائري ومجموعة صعبة جدا. إلى جانب الجزائر زامبيا نيجيريا الكاميرون أولى مباريات الخضر على حد عندما يستضيف المنتخب الكاميروني في ملعب مصطفى شاكر في البليدة. بينما هذه كرة ثابتة أخرى للمنتخب الغاني في كرة وإعادة للتدخل واعتراض من إيسيندي على أساو على شوردان أيو. خطأ من إيساك إيسيندي. يمشي كرة إيمانويل بادو شوردان أيو تونس أونيونغو حارس المنتخب الأوغندي يطلب أربع لاعبين في الجدار والجماهير الغانية تساند دون هذا. مع اقترابنا يعني من ربع ساعة الأخير في المباراة تلعب دقيقة 72 دائما تعادل سلبي. من سيسدد جوردان أيو أو سيمات لإيمانويل بادو؟ جوردان أيو التسديد تضرب في الجدار تضرب في جوفري ماسا وتتحول إلى ضربة ركن. تضرب في الجدار كورة أيو وتتحول إلى ضربة ركن. هو اللي مشي تولى تنفيذها جوردان أيو يرفع كورة في القائم الأول على مارتين الثيع ضاعت أمام إيمانويل بادو. خروج وإمكانية هجوم معاكس للمنتخب الأوغندي. كيسيتو جوزيف أوشايا يستعيدها يمشي الشامبون الشامبون خطيرة كورة مسارت إيمانويل بادو وتدخل من حسن واسوا ينقذ المنتخب الأوغندي مرة أمام ساموا تشان. قادم من الخلف إيمانويل بادو يسدد وواسوا يحولها إلى ضربة ركنية. جوردان أيو تعددت الركنيات للمنتخب الغاني. جوردان أيو ابعاد بالراس من جوكو ضغط غاني في هذه اللحظات. أريسونا فول يرفع كرة ترشع من جوزيف أوشايا. جوفري ماسا ماسا لموسيس أولويا أولويا كيسيتو لموسيس أولويا لخالد أوتشو حاول يهدي اللعب. منتخب الأوغندي يمسك كرة مع فاروق ميا. فاروق ميا مع المتابعة دانييل أمارتي. فاروق ميا لكيسيتو موسيس أولويا لخالد أوتشو. ماذا ما اشتصلر كثير الإمكانية للمنتخب الأوغندي. التمهيد بعيد التسديد بعيد التسديدة. هجوم مركز للمنتخب الأوغندي لكن التسديدة بعيدة إلى خارج الملعب. تعويض ثالث وأخير للمدرب الصربي لمنتخب أوغندا ميلوتين. سيغادر موسيس أولويا. موسيس أولويا يغادر والبديل والو سيمبي يدخل جودفري. والو سيمبي لن يستوفي تأخيراته المدرب الصربي سروديفيتش. هذه كرة جوردان أيو يدخل منطقة والتدخل ممتاز. يرجع يقطع كرة المدافع الأوغندي يقطع كرة ممتاز مرشد شوكو أمام جوردان أيو. ربع ساعة بالضبط قبل نهاية المباراة في وقت الأصلي. التنفيذ من جوردان أيو يرفع في القائمة الثاني بالرأس بعيدة كرة يبدو لي ركنية موالية. تشومبويي
جون بويه. هذه الإعادة. ركنية أخرى وسهلة هذه المرة في دين أونيانغو. كرة للمنتخب الأوغندي. جوفري ماسا مع جوزيف أوشايا. قلت استوفى تعويضاته مدرب المنتخب الأوغندي وثلاثة تغييرات. جوفري ماسا أخذ مكان توني ماواتشي. دخل حسن واسوا مكان نيكولاس ودادا. ومنذ لحظات والوسيمبي أخذ مكان موسيس أولويا. في المقابل يكتفي أفراب بتعويض وحيد إلى حد الآن. دخل إيمانويل بادو. يبدو أنه تعويض اضطراري كنا شاهدنا. أفري أكوا يشكو من إصابة قبل القيام بالتأخير. دخل إيمانويل بادو مكان أفري أكوا. ولو انه يعني المتامل في قائمه الاحتياط لمنتخب غانا ربما كنا ننتظر اكثر مجازفه من المدرب عبرام. هذه كره في القائم الاول سهله من اتشامبون في دين الحارس اونيانغو. 77 78 دقيقه لعب في مباراه اصبحت مفتوحه على كل الاحتمالات في ظل تواصل التعادل السلبي. منتخب غانا صحيح هو الاخطر هو المبادر لكن كل شيء يبقى ممكن. قادر المنتخب الاوغندي على مفاجاه غانا في تمالي بالذات. التعويض شلوبا شلوب مكان فرانك اشيامبون. يدخل جيفري شلوب. جيفري شلوب مكان فرانك اتشامبون. في 78 دقيقة لعب المهاجم جيفري شلوب غاني من مواليد ألمانيا تحديدا من مواليد هامبورغ. يلعب في فريق ليستر في البريمير ليج. هذه مباراة رقم 14 وهدف لجيفري شلوب مع منتخب البلاك ستارز. قلت منتخب غانا يبحث عن التأهل الرابع للمونديال بعد 2006 2010 و2014 مقابل البحث من جانب المنتخب الأوغندي ربما عن أحداث إنجاز والتأهل لأول مرة في تاريخه وحضور المونديال. ترشح كرة شلوب. جيفري شلوب تمشي كرة لبابا الرحمن. بابا الرحمن هو التدخل. تدخل من دونيس إيغوما. تضرب كرة في الأخير في بابا الرحمن. والتماس للمنتخب الأوغندي بعد التغييرات اللي قام بها المدرب ميلوتين. يعني نشاهدوا أنه متوسط الميدان دونيس إيغوما رقم 12 عاد لتأمين الرواق الأيمن. أصبح يلعب مدافع أيمن إيغوما مكان نيكولاس ودادا. هذا جوزيف أوشايا. عرضية دانييل أمارتي في التغطية والاعتراض.
آخر 10 دقائق مشاهدينا الكرام. والانطلاقة أساموا في حوار مع إيساك إيسندي. أساموا تشان والإبعاد من خالد أوتشو. ترجع من جديد أساموا. إيمانويل بادو أو كريستيان أتسو. أسبق منه كيسيتو. انضباط تكتيكي ممتاز من لاعبي المنتخب الأوغندي. انتشار محكم. يعني ما وجدش المساحات. منتخب الغاني في هذه المباراة. مرشد جوكو. إيسندي. أوشايا. يرفع كرة أوشايا. ومتسلل جوفري ماسا. متسلل جوفري ماسا. وتعويض ثالث وأخير. يلعب كل أوراقه وينهي تأخيراته. أفرام جراند في آخر 9 دقائق يدخل مشيد واريس مكان كريستيان أتسو. يدخل مشيد واريس مهاجم لوريون الفرنسي. مشيد واريس مكان كريستيان أتسو. طبعا تفاعل جماهير الغانية وجماهير تمالي مع دخول مشيد واريس، يعني من أبناء هذه المدينة شمال غانا مدينة تمالي. عبد المجيد واريس 25 عام من مواليد سبتمبر 91. قلت يلعب في فريق لوريون 24 مباراة وأربع أهداف مع المنتخب الغاني. دويلا كورة. واكاسو. واكاسو. جيفري شلوب. ترجع كورة. ماسا. جيفري ماسا. ماسا. حاول يتعدى يا بعد الشومبوي. يترك الدفاع الغاني. ايمانويل بادو. لأريسون أفول. انطلاقة إمكانية لبداية هشوم لمنتخب غانا. عفول عطي كورة بعيدة بعيدة توصل للحارس أونيانغو. توصل كورة لدونيس أونيانغو بعيدة على مجيد واريس. ترجع كرة مرشد جوكو. جيفري شلوبا طلب مخالفه والحكم يخلي لعب. مبارك واكاسو. تمشي كرة من بابا رحمن. بابا رحمن. جوردان ايو. جوردان ايو التسديده والركنيه بعد الاعتراض من خالد اوتشو امام جوردان ايو. تتحول الكره الى ضربه ركنيه لمصلحه المنتخب الغاني. نقترب من 5 دقائق الاخيره مشاهدينا الكرام مع تواصل التعادل دون هدف في مباراه غانا اوغندا. التنفيذ كالعاده من جوردان ايو. جوردان ايو اونيانغو. يعني سهله مثل هذه الكرات لحارس اوغندا دونيس اونيانغو. نجح في التصدي لكل هذه الكرات العرضيه. قام قلت تسمح له بانه ياخذ اسبقيه على مهاجمي المنتخب الغاني. ترجع من ايساك ايسندي. ايسندي لواغو. كيسيتو. كيسيتو لواغو يلعب قصيرة. جوزيف أوشايا تبقى دائما في مناطق المنتخب الأوغندي. إيساك إيسندي يرجع إلى حارسو أونيونغو.
اخر خمس دقائق في الوقت الاصلي. ترجع من بابا رحمن، كرة من مرشد تشوكو. طبعا منتخب الغاني صحيح الى عدلان تقريبا جرب كل الحلول للوصول لمرمى اونيونغو، لكن هذا ما ينقصش من قيمة انضباط المنتخب الأوغندي. يعني يلعب الى عدلان بانضباط كبير جدا، نجح في غلق كل المساحات امام الهجوم الغاني، رغم الاسماء، رغم سامواتشان، جوردان ايو، عشيانبانغ، وكاسو، اتسو. الى عدلان نجح منتخب اوغندا في الحفاظ على نظافة شيبيكو قبل اربع دقائق، وهذه كرة ثابتة. ربما الحل للبلاك ستارز ياتي من كرة ثابتة الساموا تشان. الساموا مشي تولى التنفيذ، الساموا بعيدة بعيدة، تسديدة الساموا تشان وضربة مرمى للمنتخب الأوغندي. طبعا في صورة نهاية المباراة بالتعادل، في انتظار قلت المباراة الثانية في هذه المجموعة الخامسة في ليبروفيل في الكونغو، منتخب المصري في مواجهة المنتخب الكونغولي. تمنياتنا بالتوفيق للمنتخب المصري، تحقيق نتيجة إيجابية، ولما العودة بثلاث نقاط تمكنوا من تصدر هذه المجموعة الخامسة، وبداية يعني أصعب الأمور. طبعا هي البدايات، النجاح في البدايات وفي المباراة الأولى تجعل الفريق يعني واصل المسيرة ب يعني معنويات مرتفعة، ويدخل هذه المنافسات بكل راحة. الجولة القادمة والجولة الثانية تدور بتاريخ 7 من نوفمبر القادم، منتخب الأوغندي في كامبالا يستضيف الكونغو برازافيل، والمنتخب المصري في مواجهة منتظرة في مصر يستضيف غانا. قلت مجموعة غير سهلة بالمرة، ماهيش سهلة المجموعة الخامسة على غرار كل المجموعات يعني في هذا المستوى، ومن أجل ضمان مشاركة في نهاية المونديال أكيد ما ثماش مباراة سهلة ومجموعة سهلة ومنتخب في المتناول. تغيرت المعطيات في القارة الإفريقية في السنوات الأخيرة، أصبح هناك تقريبا توازن بين كل المنتخبات. آخر لحظات مباراة ومواجهة تمالي، خانة أوغندا 0-0. مشاهدينا الكرام، مع تواصل بحث منتخب غانا على الأقل هدف، قلت المهم الانتصار بعيدا عن الإقناع، المهم الانتصار. ماذا ما شيء تمام، ضرب جزاء مش ممكن يعني يفقد توازنه إيمانويل بادو. تمشي كرة لواغو كيزيتو. السنوات الأخيرة تغيرت خارطة كرة القدم في القارة الإفريقية، ظهور منتخبات جديدة تفرض الاحترام والدليل أمامنا، الدليل أمامنا منتخب أوغندا اللي يلعب هذه المباراة بكل ندية أمام منتخب يعش بنجوم المنتخب الغاني. دنا الثواني الأخيرة، يعادل التوزيع ورصيد الساموا تشان، أسبق كان من مرشد تشوكو، جانبية لمرمى أونيونغو. دنا مباراة في طريقة للنهاية بالتعادل السلبي، في انتظار طبعا كل شيء يبقى ممكن إلى حدود الصافرة النهائية وأربع دقائق. يضيف الحكم السوداني كوقت بديل،
التماس من دونيسا إيغوما. إيغوما جودفري ولوسيمبي ولوسيمبي يا خويلو تشومبوي ترشح كرة بالراس إيزاك إيسندي دانييل أمارتي في محور الدفاع يمشي مورشيد شوكو مورشيد شوكو للحسن واسوا تبقى كرة للمنتخب الغاني بابا رحمن بابا رحمن لجيفري شلوبا يرجع تشومبوي سيرا كرة دانييل أمارتي يرفع كرة دانييل أمارتي إيسندي وتشوكو ما زالت الكرة بعيدة بعيدة التسديدة التسرع من واكاسو بهذه الكرة مبارك واكاسو بعيدة جدا كورته على مرمى دونيس أونيانغو ضربة مرمى للمنتخب الأوغندي قلت نقطة التعادل في غانا يعني تعتبر إيجابية للمنتخب الأوغندي في بداية المشوار في هذه التصفيات والمرحلة المتقدمة دور المجموعات يعني في مثل هذا المستوى كل نقطة بحسابها في نهاية المشوار كرة بالرأس من إيمانويل بادو ترجع في بداية هجوم لمنتخب أوغندا من كودفري ولوسيمبي يربح مخالفة هذا اللاعب اللي خذا مكانه في الشوط الثاني مكان موزيس أولويا تنفيذ من إيسندي إيسندي خالد أوتشو ترجع إيمانويل بادو الحوار والمخالفة غانية ضد جوزيف أوشايا تنفيذ من أريسون أفول واكاسو يرفع كرة واكاسو ترجع بالراس مورشيد شوكو ممتاز جدا ممتاز جدا هذا اللاعب رقم أربعة في محور دفاع أوغندا قلت يلعب في فريق سيمبا تنزاني مورشيد شوكو نجح في صد وإبعاد كل الكرات في حواره أمام الثنائي أساموا تشيان وتشوردان أيو في هجوم المنتخب الغاني نجاح كبير لمورشيد شوكو أمامنا على الصورة تدخلات ناجحة في مجملها أمام الهجوم الغاني إلى جانب نجاح هذا المدرب ميلوتين سريديوفيتش على المستوى التكتيكي أونيونغو تمشي كرة رامي التماس مع التدخل أفول مع لواغو كيسيتو الثواني الأخيرة مباراة أوشكت على النهاية بوقتها الأصلي والبديل نقطة إيجابية لمنتخب أوغندا بينما المنتخب الغاني يخسر نقطتين في بداية المشوار على ملعبه وأمام جماهيره نتمنى النجاح للمنتخب المصري يوم الأحد في براسافيل عند مواجهة المنتخب الكونغولي في نفس منافسات هذه المجموعة الخامسة آخر كرة ربما في المباراة بريما جوردان أيو جوردان محاولة المرور من جيفري شلوبا وفي هذه اللونة الحكم يطلق صفيرة إنهاء مباراة غانا أوغندا على نتيجة التعادل دون هدف شكرا لكم مشاهدينا الكرام دمتم في رعاية الله وحفظه وإلى اللقاء. أنا واحد من الناس كنت بقول لا الليبتون آيس تي لما جربته عجبني جدا بطل تقول لا على حاجة ما جربتهاش اسحبيها فجأة بس طب يلا نتعشى بره يا جماعه